السلام عليكم، معاكم ابراهيم سنجر، حلقة جديدة وفيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ ورب تكونوا بخير. فيديو النهاردة عن ماذر بورد من جيجا بايت. ماذر بورد انا شايف انها تحفة فنية. اي حد عارفني ومتابع الفيديوهات اللي انا بعملها عارف وفاهم ان اي ماذر بورد انا بتكلم عنها او حتى برشحها في التجمعات اللي انا بعملها بتبقى بسبب اعتبارات معينة. يعني من ضمن الاعتبارات دي ان الماذر بورد تخدم اي قطعة ممكن اركبها عليها، تخدم البروسيسور فبالتالي اقدر اخد اعلى اداء منه، وتخدم الرام اقدر اركب عليها اي كارت شاشه مهما كان حجمه او وزنه. الاعتبار الثاني ان الماذر بورد دي تبقى ابجريدبل، يعني اقدر ابني عليها في المستقبل. الكلام ده انا قلته قبل كده لما كنت بتكلم عن البي 550 اورس اليت اللي اللينك بتاعها هيظهر عندنا هنا في الاي لاي حد حابب يبص على الفيديو. الماذر بورد اللي معانا النهارده انا برشحها لاي حد بيجمع جهاز كمبيوتر في رينج 12 13000 لحد 25. بخلاف كده لو البادجت بتاعتك 1000 في رينج 7 8 فانا ما انصحكش بالماذر بورد دي لانها هتبقى اوت اوف بادجت بالنسبه لك. الماذر بورد اللي معانا النهارده من شركه جيجا بايت موديل بي 460 اورس برو اي سي. قبل ما ندخل في تفاصيل الماذر بورد ونشوف تقدر تقدم لنا ايه، اعرف ان انت بتتفرج على قناة سينجر هاردوير. لو مش مشترك في القناة اشترك، اعمل سبسكرايب، فعل جرس التنبيهات على الكل عشان اي فيديو انا بعمله يوصلك، اعمل لايك للفيديو وشيره على صفحتك عشان غيرك يستفيد. خليكم معانا. ماذر بورد اللي معانا النهارده احد موديلات اورس الشهيره جدا اللي بتنتجها شركه جيجا بايت. هنلاقي الماذر بورد كديزاين بتنزل باللون الاسود، هنلاقي على البي 460 تشيبسيت هيت سينك عليه شعار اورس الشهير اللي بقى محبوب ومألوف لمعظم الناس. كمان هنلاقي كلمه اورس موجوده على الهيت سينك اللي بيبرد الفي ار ام باللون الرمادي. الماذر بورد كديزاين بتنزل بفورم فاكتور او بحجم اي تي اكس، يعني انا اقدر اركبها في اي كيس بحجم ميد تاور او فول تاور. ماذر بورد بتسبورت او بتدعم سوكت اي جي اي 1200، يعني اقدر اركب عليها اي بروسيسور من معالجات الجيل العاشر من انتل. كنت قبل كده اتكلمت عن معالجات انتل بشكل عام، خصوصا معالجات الجيل العاشر، لينك الفيديو هيظهر عندنا في الاي لاي حد حابب يبص عليه. بالتالي ما ينفعش اركب على الماذر بورد اي بروسيسور جيل تاسع، الماذر بورد بتدعم معالجات الجيل العاشر بس. يعني اقدر اركب عليها اي 9 جيل عاشر، اي 7، اي 5 واي 3. وبما ان الماذر بورد هي بي 460 تشيب سيت بالتالي ما بتدعمش كسر السرعه، لو ركبنا اي بروسيسور كي او كي اف هقدر اخد اعلى وافضل اداء منه بس مش هقدر اكسر سرعه البروسيسور. بالنسبه لي الباور ديليفري الماذر بورد مميزه جدا كديجيتال باور فيسز، مراحل توصيل طاقه عاليه عددها بيوصل لحد 10 8 بلس 2، وده عدد كافي جدا بقدر من خلاله اخد اعلى وافضل اداء من اي بروسيسور هركبه على الماذر بورد حتى لو كان اي 9. الفيسز دي او الفي ار ام بتتبرد بشكل مميز جدا، عباره عن ثيرمال بات وهيت سينك بيقدر ينقل كميه كبيره جدا من الحراره، وده بيساعد على استقرار وثبات البروسيسور طول الوقت. هنلاقي على الماذر بورد اربع سلوت ميموري او اربع مخارج للرامات. الماذر بورد بتدعم رام اب تو 128 جيجا من نوع دي دي ار 4. بالنسبه لي الباص سبيد اللي اقدر اركبه عليها في تفصيله صغيره، لو هنركب على الماذر بورد كور اي 5 او اي 3 ما نجيبش رامات اعلى من 2666 ميجا هيرتز لان الماذر بورد مش هتقرا اعلى من الباص سبيد ده، فبالتالي ما تدفعش فلوس في حاجه انت مش هتستفيد منها. طيب لو قررت ان انت تركب على الماذر بورد كور اي 9 واي 7، الماذر بورد بتقدر تتعامل مع رام كباص سبيد اب تو 3000 ميجا هيرتز. كمان الماذر بورد بتسبورت تكنولوجي دول تشانل، يعني بتقدر تخرج 128 بت بير سايكل. الماذر بورد بي 460 اورس برو اي سي بتسبورت او بتدعم 3 بي سي اكسبريس، كلهم طبعا جين 3. اول واحد هنلاقيه بي سي اكسبريس جين 3 بسرعه اكس 16 عليه ارمور او حمايه من المعدن، بالتالي ده بيسمح لك او بيوفر لك انك تركب اي كارت شاشه على الماذر بورد مهما كان حجمه او وزنه. البي 460 كتشيب سيت بشكل عام ما بتدعمش فكره الاس ال اي، يعني ما ينفعش تركب على اي ماذر بورد بي 460 كارتين شاشه انفيديا. بخلاف الكروس فاير الماذر بورد البي 460 اورس برو اي سي بتتميز عن اي براند تاني انها بتسبورت او بتدعم كروس فاير تكنولوجي، يعني تقدر تركب عليها كارتين شاشه صناعه شركه اي ام دي. الماذر بورد بتسبورت عدد 2 ام 2 بنوصل عليهم الاس اس دي الام 2 والام في ام اي. كمان الماذر بورد بتوفر لهم تبريد ممتاز جدا عن طريق ثيرمال جارد بيحمي الاس اس دي من ارتفاع درجه الحراره
وبيمنع اي ثروتلنج خنق او تباطؤ ممكن يحصل للداتا بسبب ارتفاع درجه حراره الاس اس دي. تقليل درجه حراره الاس اس دي بعلي جدا من كفاءته، بقدر اخد اعلى وافضل اداء منه طول الوقت. المذر بورد بتسبورت عدد 6 ساتا، بنقدر نوصل عليهم الهاردات العاديه الميكانيكال بحجم 3.5 انش، وكمان الاس اس دي بحجم 2.5 انش. المذر بورد بتسبورت او بتدعم خاصيه ريد، سواء كان ريد 0 او 1 او 5 او 10. بالنسبه لوصلات الار جي بي، هنلاقي على المذر بورد اربع وصلات، 2 ادريسابل ار جي بي 5 فولت ووصلتين ار جي بي 12 فولت. هنلاقي كمان 3 سيستم فان متوزعين على المذر بورد في اكتر من مكان، بتقدر تزود وتركب فان زي ما انت عاوز، بتبرد القطعه اللي انت مركبها وتعمل تيار هواء مناسب جوه الكيس. بتقدر تراقب الفانات وتتحكم في سرعه دورانها، وكمان تقدر توقفها تماما عن طريق سوفت وير اورس بتنزله من موقع جيجا بايت، وبتختار توبيب سمارت فان 5. بالنسبه للساوند سيستم، هنلاقي شريحه الصوت مميزه جدا في حته تانية تماما مقارنه باي براند تاني. لو بصينا على معظم المذر بورد البي 460 في اي براند تاني، هنلاقي راكب عليها شريحه صوت ALC 1200، وكمان ما بيبقاش راكب عليها امبليفاير بخلاف البي 460 اورس برو اي سي. راكب عليها شريحه صوت قويه جدا من شركه ريل تك ALC 1220، وكمان راكب على المذر بورد امبليفاير. ده بيضمن لك جوده صوت مميزه بدرجه نقاء عاليه. نيجي بقى نبص على الباك بانل الخاص بالماذر بورد، هنلاقي كل البورتس او المخارج اللي انت ممكن تفكر فيها او تحتاجها في شغلك. بمعنى هنلاقي عدد 8 يو اس بي، منهم عدد 2 يو اس بي 2 باللون الاسود، عدد 4 يو اس بي 3.2 Gen 1 باللون الازرق، وعدد 2 يو اس بي 2 جين 2، واحد في صوره تايب A والتاني في صوره تايب C. البورتس دي طبعا بتتميز بسرعه نقل البيانات عاليه جدا. هنلاقي مخرج HDMI واحد ديسبلاي بورت، كمان 6 شانل اوديو. المذر بورد بتدعم 7.1، يعني لو عندك جيمنج هيدسيت بتسبورت 7.1 فانت بتعيش اكسبيرينس جيمز مميزه جدا وانت تبقى حاببها. كمان المذر بورد بتسبورت واي فاي 802.11 اي سي، كمان بلوتوث 5. هنلاقي انتنه اورس المشهوره جدا بتنزل مع الاكسسوارز الخاصه بالماذر بورد. هنلاقي مخرج لان او ايثرنت بسرعه 2.5 جيجا، فانت بتلعب جيمز وبتستريم زي ما انت عاوز. ماذر بورد بي 460 اورس برو اي سي، وان كانت ماذر بورد ميد رينج، بتلاقي فيها كل الفيتشرز اللي انت ممكن تحتاجها او تلاقيها في اي ماذر بورد هاي اند. ماذر بورد ار جي بي، مراحل توصيل طاقه عاليه بيوصل عددها لحد 10 8+2، بتقدر تركب البروسيسور لحد اي 9، اربع مخالج الرامات بتدعم رام اب تو 128 جيجا، 3 بي سي اكسبريس كلهم جين 3، بتقدر تعمل كروس فاير، بتركب عليها كارتين شاشه صناعه شركه AMD. شريحه صوت مميزه جدا من شركه ريل تك ALC 1220، وكمان عليها امبليفاير، ده بيضمن لك جوده صوت ونقاء عالي جدا. باك بانل ممتاز، كل المخارج اللي انت ممكن تحتاجها موجودة على الباك بانل. واي فاي 802.11 اي سي، بلوتوث 5، مخرج ايثرنت او لان بسرعه 2.5 جيجا. للي حابب تفاصيل اكتر طبعا عن المذر بورد، هنسيب اللينك تحت في الديسكريبشن ممكن يرجع يبص عليها. قول لنا رايك في المذر بورد في تعليق، لو حابب اتكلم عن حاجه معينه في فيديو تاني ممكن برضو تقول لي عليها. ما تنساش تشترك في القناه، فعل جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد انا بعمله، اعمل لايك للفيديو وشيره على صفحتك عشان تستفيد او غيرك يستفيد. نشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم.